يمسك في مواعيده، ده الوعد مش كلام، الله بيقول ويوفي وهيملك بالسلام. صدق لما يقول كلامه في الحلول، ومهما العين تشوف إيمانك راح يقول. يمسك في مواعيده، يمسك في مواعيده، يمسك في مواعيده، مواعيده. ما نمتش كويس امبارح؟ صاحي بنفس الأسئلة، هعمل إيه؟ هجيب منين؟ محيرك إزاي هتتصرف في المشكلة اللي قدامك؟ مهموم بقالك كام يوم وعندك مشكلة محيراك؟ الوعد بتاع النهاردة هيرد على كل الأسئلة دي، هذه كلها تزاد لكم. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج مواعيدي ليك. الوعد المره دي واضح جدا، ووعد من المواعيد الجميله اللي قالها الرب يسوع للناس، لكل الناس، لكل الناس بيقدم لهم وعد جميل عشان الناس ما تقلقش. في انجيل متى الاصحاح السادس في العدد 33 الايه المشهوره: لكن اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. انا مش هتكلم على الجزء الاولاني ولا على اللي بعد كده، لكن هتكلم على كلمه تزاد لكم. الكلمه باللغه العربيه يعني مبني للمجهول، يعني بالنسبه لنا في اللغه العربيه يعني مبني للمجهول، يعني مش عارفين مين اللي هيزودها، ايه مين اللي هيزود الحاجات دي لينا. لكن ده بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لصاحب الوعد ما عندوش حاجة مجهولة، هو عارف هيزود منين، عارف هيخلي الإنسان اللي هو أنا المتكل عليه اللي عايش طبقا لملكوت الله وبره، إذا كنت ماشي طبقا تحت سلطان الملكوت بتاعه، هو عارف لأن هو الملك بتاع هذا الملكوت، هو عارف هيزود لي منين. مبني للمجهول بالنسبة لي، لكن بالنسبة له مبني للمعلوم. عارفين حضراتكم احنا عندنا سؤال دايما بيتكرر: يا ترى منين؟ هنسدد منين؟ هنجيب منين؟ سؤال محير، ربما يخلي الناس تقلق ما تنامش، ربما يخلي اليوم يبقى في اضطراب شديد، لأن كلمة منين؟ أين هو المصدر؟ هجيب منين؟ بحط ايده في جيب اقول انا هجيب منين؟ لكن الانسان اللي بيثق في محبه ملك الملكوت، الانسان اللي بيصدق في ان هو ضابط الكل وهو عارف كل المصادر ويقدر يبعت في الوقت المناسب، الانسان اللي عايش طالب اولا، يعني ايه طالب اولا ملكوت الله وبره؟ ويعني ايه ملكوت الله وبره؟ اي بلد تحت سلطان حد معين، ملك عنده منطقة كده بلد اسمها الملك بتاعه، يبقى هو الملك اللي متحكم في المنطقة دي. لما أنا حياتي وبيتي وولادي ومراتي أقول له دي تبع الملكوت بتاعك، دي ضمن المنطقة اللي أنت بتسود عليها وتسود على قلبي وتسود على قلب عيالي وعلى قلب مراتي، أصبحنا إحنا داخل الملكوت. بما إننا داخل الملكوت يبقى مسؤولية الملك، مسؤولية صاحب الحتة، يبعت لنا في الوقت المناسب، يبعت لنا بطرق ما نعرفهاش، تزاد لنا.
يمكن يفتح شبابيك من السماء ويمطر علينا، بيعملها وعملها في الماضي ويعملها في الحاضر ويعملها في المستقبل. ايه القصد من هذا الوعد؟ القصد ان انا وانت ما نقلقش وما نضطربش، والكلمه اللي قبليها لا تهتموا، بمعنى لا تتهمموا، ما يركبكمش الهم، لان الهم لما بيكبر بيجي على الانسان وبيركب عليه بيسبب له قلق وتوتر، ويبقى محني ويبقى مكسور ومش عارف يرفع راسه ومش عارف يستمتع بيومه. ودي مش صورة يحبها الملك لأعضاء الملكوت، ما يحبش الصورة دي. فبيقول لنا ركز بس انك تعيش طبقا لمشيئتي، ركز انك تعيش في ملكوتي، وانا عندي مصادر وانا عندي اساليب ابعت لك، بالنسبة لي مبني للمعلوم، بالنسبة لك مبني للمجهول. لا تضطرب، لا تهتم، أنا السيد على هذه المنطقة. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، هذه كلها تزاد لكم. وكلها اللي هي إيه؟ الأكل والشرب واللبس، ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا كلها كلها يهتم بيها، لأنه ملك يهتم برعايا، بس إحنا نكون رعيته حقيقة. نكمل بعد ما نسمع الترنيمة اللي جاية.
عزيزي المشاهد ما تقولش منين، لكن قول أنا مع مين. هو في ابن لما ينزل مع أبوه فسحة أو رحلة أو سفر أو أي شيء بيقول هم ماشي مع أبوه، فما تقولش منين لو أنت ماشي أو عايش في ملكوت أبوك السماوي. لو أنت عايش في هذا الملكوت ما تخافش، هو عنده مصادر، هو يعرف يبعت في الوقت المناسب، الكل تحت إيده معلوم ويقدر يبعتها في حينها. صدق قول له بس أنا بسلمك نفسي وبسلمك حياتي علشان تكون أنت الملك، تسود على حياتي وعلى بيتي وعلى أولادي. تعال أطلب الطلبة دي ببساطة، وهو عليه الجزء الثاني، عليه تزاد لكم. قول له يا رب أنا بجيلك أنا أسرتي وبيتي، وبضع نفسي في الملكوت وبنتظر أنك تقودني، أما كل الأشياء اللي أنا عاوزها أنا عارف ومتأكد أنه في وقت مناسب هتبعتها ليا. ليك المجد وليك الكرامة. آمين. وإلى حلقة جديدة من مواعيدي ليك. امسك في مواعيده، امسك في مواعيده.